لله قوم بحفظ الدين قد قام. صور من حياة الصحابة. اللهم صل على أهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء، ونقدم لكم صور من حياة الصحابة. ومعنا اليوم الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي. الطفيل بن عمرو الدوسي، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم اجعل له آية تعينه على ما ينوي من الخير. الطفيل بن عمرو الدوسي سيد قبيلة دوس في الجاهلية، وشريف من أشراف العرب، وواحد من أصحاب المرؤات المعدودين، لا تنزل له قدر عن نار، ولا يوصد له باب أمام طارق، ويطعم الجائع، ويؤمن الخائف، ويجير المستجير، وهو إلى ذلك أديب ذكي فطن لبيب، وشاعر مرهف الحس، رقيق الشعور، بصير بحلو البيان ومره، حيث تفعل فيه الكلمة فعل السحر. قال الطفيل: ثم أقمت في مكة زمنا تعلمت فيه أمور الإسلام، وحفظت فيه ما تيسر لي من القرآن، ولما عزمت على العودة إلى قومي قلت: يا رسول الله، إن امرؤ مطاع في عشيرتي، وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا لي الله أن يجعل لي آية تكون عونا لي فيما أدعوهم إليه. فقال: اللهم اجعل له آية. فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت في موضع مشرف على منازلهم، وقع نور فيما بين عيني مثل المصباح، فقلت: اللهم اجعله في غير وجهي، فإني أخشى أن يظنوا أنها عقوبة وقعت في وجهي لمفارقة دينهم. فتحول النور فوقع في رأس صوتي، فجعل الناس يتراءون ذلك النور في صوتي كالقنديل المعلق، وأنا أهبط إليهم من الثنية. فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا قبيرا، فقلت: إليك عني يا أبتي، فلست منك ولست مني. قال: ولم يا بني؟ قلت: لقد أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أي بني، ديني دينك. فقلت: اذهب واغتسل وطهر ثيابك، ثم تعالى حتى أعلمك ما علمت. فذهب واغتسل وطهر ثيابه، ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. ثم جاءت زوجتي فقلت: إليك عني، فلست منك ولست مني. قالت: ولما؟ بأبي أنت وأمي. فقلت: فرق بيني وبينك الإسلام، فقد أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: فديني دينك. قلت: فاذهبي فتطهري من ماء ذي الشرى. وذو الشرى هو صنم لدوس حوله ماء يهبط من الجبل. فقالت: بأبي أنت وأمي، أتخشى على الصبية شيئا من ذي الشرى؟ فقلت: تبا لك ولذي الشرى. قلت لك: اذهبي واغتسلي هناك بعيدا عن الناس، وأنا ضامن لك ألا يفعل هذا الحجر الأصم شيئا. فذهبت فاغتسلت، ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت. ثم دعوت دوسا فأبطأوا علي إلا أبا هريرة، فقد كان أسرع الناس إسلاما. قال الطفيل: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ومعي أبو هريرة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما وراءك يا طفيل؟ فقلت: قلوب عليها أكنة وكفر شديد، لقد غلب على دوس الفسوق والعصيان.
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ وصلى ورفع يده إلى السماء. قال أبو هريرة: فلما رأيت كذلك خفت على أن يدعو على قومي فيهلكوا، فقلت: وقوماه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يقول: اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا. ثم التفت إلى الطفيل وقال: ارجع إلى قومك وأرفق بهم وادعوهم إلى الإسلام. قال الطفيل: فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضت بدر وأحد والخندق، فقدمت على النبي ومعي 80 بيتا من دوس أسلموا وحسن إسلامهم، فسر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسهم لنا مع المسلمين من غنائم خيبر. فقلنا: يا رسول الله، اجعلنا ميمنتك في كل غزوة تغزوها. والميمنة هي الجناح الأيمن من الجيش، واجعل شعارنا مبرور. قال الطفيل: ثم لم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة، فقلت: يا رسول الله، ابعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة حتى أحرقه. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فسار إلى الصنم في سرية من قومه، فلما بلغه وهم بإحراقه اجتمع حوله النساء والرجال والأطفال يتربصون به الشر وينتظرون أن تصعقه صاعقة إن هو نال ذي الكفين بضر. لكن الطفيل أقبل على الصنم على مشهد من عباده وجعل يضرم النار في فؤاده وهو يقول: يا ذا الكفين، لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. وما إن التهمت النار الصنم حتى التهمت معها ما تبقى من الشرك في دوس. فأسلم القوم جميعا وحسن إسلامهم. الحلقة القادمة إن شاء الله نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.